بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، ولك الحمد في جميع الأحوال. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الجلسة الربانية التي نبتغي بها أولا وقبل كل شيء وجه الله سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل الكلام، يعني استغرق الوقت في المقدمات، أدخل مباشرة إلى الموضوع لأجيب عن سؤال أستاذ بوعيد. أولا قبل سؤال أستاذ حضر، فأستاذ بوعيد طرح: هل نحن بحاجة إلى هذا النهوض؟ نعم إذن، ولكن أنا رأيت ترجمة بالفرنسية الإعلان عن هذه الندوة الحوارية، يعني وذكرتم فيه كلمة شروق. نعم بالفرنسية، وبالعربية نهوض، وكنت أود لو كانت شروق أفضل من نهوض. لأن ما معنى شروق؟ شروق أن الشمس لم تغيب، أن حضارتنا لم تغيب، وإن كانت غابت عن أعيننا فهي لم تغيب عنا، هي موجودة، هي قائمة. أما عندما نتحدث عن نهوض فهذا يعني أن الحضارة قد يعني كانت في حالة جلوس، في حالة انحطاط، في حالة انحدار، ثم ستقوم أو قامت أو نحتاج إلى أن تقوم. إذن حضارتنا لم تمت، حضارتنا باقية، حضارتنا غابت عن أعيننا ولكن لا زالت محفوظة. لماذا؟ لأن عندما كانت عمر الحضارة الإسلامية، أنا ستحدث من منظور إسلامي أكثر، إذن حضارتنا عندما كان عمرها يعني عقود معينة أنتجت نتاج فكري عظيم، وأنتجت حركات فكرية وفلسفية، وأنتجت في فن وعمران وعلم وتعليم، و بل أكبر من هذا أنتجت يعني ديزونسيكلوبيدي، يعني الإنسان الموسوعي. الحضارة الإسلامية أنتجت الإسلام الموسوعي الذي هو عالم في الطب والفقه والفلسفة والفلك والفيزياء والرياضيات. إذن لهذا أنا أفضل هذه الكلمة، كلمة شروق. لأن لماذا شروق؟ يعني أنها ستعود إن شاء الله رب العالمين. لماذا ستعود؟ لأن نحن خير أمة أخرجت لنا، وكنتم أمة وسطة، وجعلناكم أمة وسطة. والوسط ما معنى الوسط؟ الوسط ماشي هو كما نتحدث بالمصطلح يعني في معنى اللغوي. الوسط هو القوة. الشمس في وسط النهار تكون قوية، الإنسان في وسط عمره يكون قوي. الوسط هو العدل. عندما نتحدث عن رأي الوسط فهذا رأي عدل. عندما نتحدث عن الوسط نتحدث عن التوازن. عندما نتحدث عن الوسط نتحدث عن مركز تلاقي الأطراف. إذن هذا ما معنى نحن أمة وسط. إذن ستجتمع عندنا كل الحضارات. إذن لماذا؟ لا نقول هذا خيال، لأن أولا المبادئ التي جعلت من هذه الأمة أمة حضارية هي نفس المبادئ، لم تتغير، التي قامت عليها الحضارة الإسلامية لم تتغير، هي نفس المبادئ. وعلميا ثبت أن الجينات تورث. إذا جينات الفارابي وابن رشد والرازي وصلاح الدين الأيوبي أكيد ستنهض يوما إن شاء الله رب العالمين لتنتج لنا كذلك هذه الحضارة. كما قال الأستاذ قال مني بأن هناك يعني عدة فلسفات وهناك عدة مذاهب، هناك الفلسفات التي تركز على الإنسان من جانبه الروحي فقط، وهذه التي تركز على جانب الروحي هي يعني تذهب إلى حد حرق الجسد بعد الموت لأنها تركز في الإنسان على روحه، وهناك فلسفات تركز على الجانب المادي، هذه الجانب التي تركز على الجانب المادي تجعل من الإنسان حيوان منتج فقط، وهناك من يؤله الإنسان بحيث يعطي للإنسان كل الحريات
لدرجة أنه يمنع كل مراقبة على الإنسان. وهناك الشريعة الإسلامية التي دائما أعود إلى الوسط، التي كانت وسطا بين الروح والجسد وبين القلب والعقل لكي تنتج لنا إنسانا مستقيما. لهذا فالشريعة الإسلامية ركزت أولا في صناعة نهضة على الإنسان. هناك من يرى أن الموارد المادية هي التي تصنع النهضة، ولكن هذا خطأ. والدليل في الواقع، فالآن سنغافورة ليس لها موارد، هي يعني جزيرة صغيرة وهي من الدول المتقدمة، لدرجة أنها ليس لها شاطئ، وهي تشتري الرمال لتجعل شاطئ عندها، تشتري الرمال لأن احنا ببلاش، هي تشتري الرمال ومع ذلك هي أكبر دول متقدمة سياحيا. إذن على ماذا تركز؟ اليوم الذي استقلت فيه سنغافورة، رئيس سنغافورة يبكي لأنه يعني ليس له موارد، ولكن تنبه بسرعة ليجعل من الإنسان هو محور الحضارة ونجح. وهذا هو المبدأ في الشريعة الإسلامية، هو أن الإسلام ركز على الإنسان بأن جعله يستعمل يعني الطاقة الموجودة له روحيا وجسديا. إذن أجيب الأستاذ فقط بالنسبة للمشاركة، يعني أرقام رائعة، ولكن المشاركة، يعني هل مشاركة الشباب تقتصر على المشاركة في العمل السياسي؟ في العمل السياسي، في العمل النقابي، في العمل في الاجتماعات، في المظاهرات، وهذا الشباب الذي يبيع في الأسواق متجول أليس يشارك في الاقتصاد؟ هذا أننسى هذه المشاركة؟ لا، نحن ننطلق من هذا الذي ليس له وظيفة ولا يشارك في المظاهرات ولا يشارك في الاجتماعات ولا يشارك في الأحزاب. هذا هو الذي نريد أن نجره إلى المشاركة، هذا هو الذي يجب أن نركز عليه ونعلمه الإيجابية ونعلمه المبادرة ونعلمه الطموح ونعلمه التفاؤل، حتى يصبح صاحب مصنع من بعد، صاحب أصحاب المصانع. الآن عندنا فاس واحد كان كبير تقاشر، أصبح الآن يعني من أكبر أغنياء فاس. هذا هو النموذج الذي نريده أن يبني الأمة، هذا هو النموذج المتفائل الذي يعتمد على نفسه. والمشاركة يجب أن نوسع مفهوم المشاركة، ليس الذي يعني يجلس على طاولة في المكتب والذي له شهادة والذي سيشارك في العمل الاجتماعي، لا. يعني أنا وضعت كثير من النقاط وكان بودي أن يكون عندي وقت، ولكن للأسف الوقت لا يسع، ولكن مهم حتى يعني أمر بسرعة. فلأول نقطة في الشباب يجب أن نزيل من الشباب نقطة الخوف. مثلا الشباب خائف فلن نصل إلى شباب النهضة. أول خوف، ما هو الخوف؟ الخوف من المغامرة، الخوف من الفشل، الخوف من الانتقال، الخوف من ضياع المكتسب. شباب الآن يخاف من أربع نقط، علينا أن نعالج هذه النقط. الخوف من المؤامرة، كل شيء كيتجسس علينا والناس كيتجسسوا علينا وما نديروش والحيوط كيسمعوا، الكل يتآمر علينا. ولنعلم أن المخابرات هي التي تريد أن تزرع فينا الخوف، وأن المخابرات ليس لها هذه الإمكانية، هي فقط تهون المنظر لكي يخاف الناس ويوفر توفر عليها المخابرات، أجهزة المخابرات توفر عليها كثير من المال بزرع الخوف في الناس، وهي ليس لها هذه الإمكانية. الخوف من الفشل، لا أنا ما نقدرش نمشي غادي نفشل، لا أنا ما نمشيش ما نفتحش الحانوت غادي نفشل، أنا ما إذا هذا الخوف من الفشل، خوف من الفشل. يجب أن نعلم الشباب بأن الفشل هو أول خطوة في النجاح، وأن الفشل هو درجة إلى النجاح، وأن هذه الدول المتقدمة الآن والاختراعات العلمية التي نراها الآن، هذا الميكروفون الذي نتكلم عليه نتكلم فيه الآن، يعني الذي اكتشفه كم فشل من مرة. ابن حارثة بمن؟ بزينب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا وقع لهذا الزواج؟ فشل. هل نقول أن هذا فشل؟ هل نقول عن أسامة أنه فاشل؟ أو أن نقول عن زينب أنها فاشلة؟ لا. ولكن بعد هذا الفشل ماذا جاء؟
برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج سيدنا أسامة سيدنا زيد وولد أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هل يمكن أن نقول فشل؟ إذا الخوف من الفشل لابد أن نعلم الشباب وأن نربي الشباب على عدم الخوف، على المبادرة، وعلى أن ننمي فيهم روح المبادرة واتخاذ القرارات الاستعجالية التي تناسب الأوقات المناسبة، وأن نعلم الشباب أن تكون لهم إرادة، أن يعلم ماذا يفعل ولماذا يفعل ومتى يفعل وأين يفعل وكيف يفعل. خمسة بالحاجة تبعين الشباب، نعلم الشباب ماذا يفعل ولماذا يفعل وأين يفعل ومتى يفعل وكيف يفعل. وكيف يفعل هي المهمة أكثر، كيف يفعل هي المنهج. دن شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دن قبل أن أجيب الأستاذ حضر على السؤال، فقط يعني تحدثنا عن التعليم، تحدثنا عن المشاركة السياسية، تحدثنا عن الهوية. نعم الهوية أمر مهم جدا بالنسبة للشباب، والمشكل أن نعم الهوية، لأن أنا قلت الهوية 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 لا ما دام ما كاينش المد الهوية الهوية. نعم إذا فخطأ لغوي شائع، فشكرا على التصحيح. الشباب يعني عندما يجد الفراغ أكيد أنه يستجدي هوية والهوية، ولكن لماذا أصبحنا فقط الآن نتحدث عن الشباب وهو يستجدي هوية داعش، ولم زلنا نتحدث عن الشباب وهو يستجدي هوية الهيبيزم ولا شارلي ولا الهوية الغربية فقط الآن؟ يعني إذا هذا مشكل علينا أن يعني أن نتطرق إليه بحدة. كذلك ننسى نقطة مهمة وهي المرأة. المرأة دورها في التربية هي التي هي الحامية في الأوطان، هي حامية في الأوطان، هي حامية في الأوطان، هي حامية الشباب، هي المربي الأول للشباب، هي الحارسة للشباب. ولكن عندما خرجت المرأة وتركت مهمتها الأساسية التي هي التربية، فهذا كانت الثمرة وذو النتاج هو أن الأبناء يستجدون ويستغيثون بهوية أخرى يعني بأن يملأوا أوقاتهم بمسائل أخرى. إذن المرأة يجب أن نهتم بالمرأة، يعني اهتمام، أن نعطي المرأة اهتمام كبير، والقرآن أعطاها اهتمام كبير. الله سبحانه وتعالى سمى سورة بسورة نساء. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن المرأة قال وأوحينا إلى أم موسى. القرآن عندما تحدث عن المرأة قال وإذ قال ربك وإذ قالت الملائكة يا مريم، حدث الملائكة. القرآن تحدث عن المرأة في 70 موضعا، 11 مرة فقط موضع سلبي، كلها مواضع إيجابية. القرآن عندما تحدث عن امرأة فرعون، عن آسيا، ماذا قال؟ المرأة ولم يقل آسيا حتى تكون قدوة لكل النساء، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. المرأة الحكيمة، المرأة التي لا تريد الظلم، المرأة التي لا تريد الاستبداد، لا تريد القهر، والتي تتبرأ من العمل غير الصالح. ماذا قالت؟ ابن لي عندك، وما قالتش ابن لي بيتا عندك، قالت ابن لي عندك بيتا. هل هناك رجال يطالبنا بهذه المطالب؟ دليل عندك القرب، دار الجار قبل الدار، ونجيني من فرعون وعمل. إذا سأقف هنا عند فرعون. فرعون ليس اسم، فرعون هي صفة. وأنا أرى أن أكبر فرعون اليوم يجب المرأة أن تتبرأ منه هو فرعون الإعلام، هو فرعون الموضة، هو فرعون الشاط، وفرعون فيسبوك، وفرعون أصبحت المرأة بالكوزينة ومشي بالفيسبوك هذا هو الفرعون الحقيقي الذي يجب أن تتبرأ منه المرأة. إذا أردنا أن ننشئ أجيال، هل نحن هنا بصدد رصد واقع مؤلم نبكي عليه؟ أم نحن هنا بصدد إعطاء البدائل والحلول للشباب؟ أم فقط نجلس نبكي على واقعنا؟ نحن نختزل مشاركة الشباب والنهوض الحضاري، نختزل في مشاركة سياسية فقط؟ لا، أنا ضد. فقط يعني هناك إحصائيات في أمريكا، في عهد بوش الأول، كان
كم عدد الأمريكيين الذين يعلمون اسم الرئيس؟ أكثر من 50% من الأمريكيين لا يعرفون ما اسم الرئيس، بينما اهتمام العرب بالسياسة يعني الرقم القياسي في الاهتمام بالسياسة بين أوساط الشباب العرب. هذا بيت مشاكل، أنا أراه مشكل، يعني أنا أراه هدف مستهدف، هو أن الشباب فقط يهتم بالرياضة وبالكرة وبالحروب وبالسياسة ولا يهتم بالأساسيات. لأن الشباب يجلس، طرح الأستاذ سؤال أين الشباب؟ أنا أجيبك أين الشباب؟ أغلبية الشباب في السجون، أغلبية الشباب في مستشفيات الأمراض العقلية، أغلبية الشباب مصابون بالأمراض السرطانية نتيجة المخدرات ونتيجة تناول الخمر والسيدة. أغلبية الشباب، شباب البقية المتبقية، هم أمام الشاشات وأمام الإنترنت وأمام إذن هو هذا الشباب. شباب جزء منه في الشوارع ينامون عن الشوارع، هذا واقع. يجونا من هم أنوار الأمة؟ ثلاثة في كل قسم ولا أربعة إلا لقيناهم، ولا عشرة في الجامعة كل عام كيتقبلوا في ماستر، ولا 30 ولا 40. هذا هو. إذن نحن هل نتحدث عن خصائص النهوض؟ إذا كان خصائص الجيل، هذا الجيل الذي سينهض، ما هي الحلول التي يجب أن نقدمها له؟ نقدم له حلول. هو أول مسألة نبدأ من الجذور، أن نربي المرأة التربية التي تنشئ لنا بها أجيال، أن نغير من اهتمامات المرأة، أن يصبح أمر التربية بالنسبة للمرأة أولى الأولياء أولويات، بحيث أن المرأة، نعم، لأن الإسلام عندما تحدث عن المرأة لم يتحدث عن أنثى، لا نختزل المرأة في أنثى، وإنما المرأة زائد عقل تساوي أنثى زائد عقل تساوي امرأة. المرأة يجب عندما تخرج إلى المجتمع تخرج كامرأة، كامرأة مهندسة، طبيبة، عاملة، مربية، داعية إلى الله سبحانه وتعالى، مصلحة اجتماعية، ولا أن تخرج المرأة بجسدها فقط إلى المجتمع، لا، بعقلها أولا. والرجل يجب أن لا ينظر إلى المرأة من حيث جسدها فقط، ولكن ينظر إليها من حيث عقلها، حتى لا تصبح المرأة يعني وسيلة دعاية فقط، وإنما المرأة مفكرة. إذا هذه أول نقطة أتحدث عنها بالنسبة لخصوصيات الجيل الذي يتحمل مسؤولية النهوض الحضاري، هو أن نشرك المرأة، المرأة شريك في النهضة. إذا لم نشرك المرأة في النهضة فالنهضة لن تقوم أبدا، لن تقوم النهضة. لازم نكون عندنا نساء قادرات على تحمل مسؤوليتنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعترف للمرأة بقدرتها على تحمل المسؤولية وعلى المشاركة. ماذا قال عن سيدتنا خديجة؟ قال والله إنها أعطتني آمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني حين ظلم الناس، وأعطتني مالها عندما حرم الناس. ذي مواساة معنوية ومواساة مادية، هذه المرأة، المرأة مواساة معنوية ومواساة مادية. الرجل لا يستطيع لوحده أن ينشئ الرجال. والقرآن كما تحدث عن الفتية، كما تحدث عن الفتية وتحدث عن تقال رجال لا تلهيهم، لأن عندما تحدث عن الرجال يدخل فيه الأعمى والأعرج. إذن لماذا لا نشارك معنا أصحاب العاهات؟ أصحاب احتياجات خاصة. المجتمع يحتاج إلى كل فرد، ليس فقط الشباب. سيدنا عمر بن الجموح ماذا قال رسول الله؟ والله لا أطعن الجنة بعرضتي. هذه كيف نلغي أصحاب الاحتياجات الخاصة ونلغي الشباب بالنسبة وقع إشكال هناك، أن أنا لا أعارض عمل في المرأة خارج البيت، ولكن أنا أطالب بترتيب الأولويات، ترتيب الأولويات. وهذا من مواصفات جيل النهضة، جيل النهوض عليه أن يتعلم كيف يرتب الأولويات.
إذا كان العمل على حساب ضياع الأبناء وفساد تربية الأبناء وفساد تعليم الأبناء، فالأفضل الأولوية تكون لمن؟ للأبناء. ولكن إذا استطاعت المرأة أن توازن وأن يكون لها عمل تستطيع أن توازن بين تربية الأبناء وإخراج وإعداد الجيل، ولماذا لا نعتبر عمل المرأة في البيت وظيفة؟ لأنها لا تأخذ عليها أجرة، هذا فقط. أكبر وظيفة وأكبر عمل وأشرف عمل للمرأة هو تربية الأبناء، هو وظيفة. ولكن هذا لا يعني أن المرأة لا تخرج إلى العمل. فقلت أن المرأة تخرج إلى المجتمع كطبيبة، كعاملة، كمهندسة، كممرضة، كأستاذة، كمدربة، داعية لله سبحانه وتعالى. إذا فقط باش ما يبقاش الإشكال، وأنا أستاذة. إذا لا يمكن نقول أنا أرفض عمل المرأة خارج البيت وأنا أقول ما لا أفعل. إذا فقط أشير بالنسبة للمشكل الواقع في المجتمع، وهو متدين. ما معنى متدين؟ متدين في المفهوم أنه عنده الحياة، أنه كيلبس قميص، أنه كيدخل الجمعة، أنه كيصلي الصبح. فهمتي؟ هذا متدين يعني. لا لا اسمح لي. لا لا في المفهوم العامي. لا تمام. نعم. ممكن. لا في المفهوم العامي. لا. المتدين لا يمكن، لأن ندعي أن إنسان متدين يفرق بين العبادة والمعاملة والأخلاق. اسمحوا لي باش لكم غير أعيد الضبط على الموضوع. الموضوع ليس هو التدين والدين، الموضوع هو خصائص من جيل من هذا الجيل. نعم. إذا لأن الإحصائيات التي أعطيت من هذه الإحصائيات نأخذها في بطريقة في إطار، لكن نوظفها في الموضوع ولا في الحوار حتى نعم نعم. إذا نوظف هذه المعلومة وأقول أن الأخلاق هي من صفة جيل النهوض الحضارة. الأخلاق هي من مواصفات جيل النهوض الحضارة. وأروي لكم قصة يعني قصيرة ولكن يعني رائعة، هي يمكن أن ندخلها في العلوم الحديثة، وهي يمكن أن ندخلها تحت عنوان البرمجة العصبية. البرمجة العصبية، وهو سيدنا الإمام مالك. هل أحد فينا يعارض أن الإمام مالك لم يكن من جيل النهوض الحضاري؟ لا. أمه عندما أخذته ليتعلم ممن؟ من ربيعة. كل يعلم من هو ربيعة آنذاك. ماذا قالت له؟ يعني من مواصفات جيل النهوض الحضاري، أولا يعني ألبسته الجلباب والعمامة، هذا المظهر من مواصفات الجيل الحضاري، حفاظ على المظهر. ثانيا أخذته بعد صلاة الصبح، بعد أن أدى الصبح في جماعة، وأخذته إلى ربيعة العلم، فقالت له ماذا قالت له؟ خذ من معلمك أخلاقه قبل علمه. خذ من معلمك أخلاقه قبل علمك. أروي لكم قصة أخرى عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هؤلاء كلهم تربوا يتامى، لا يربينهم أمهاتهم. إذن الإمام الشافعي عندما مات والده حفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات، وبدأ ويعني كان يفتي بمكة المكرمة وابن 12 سنة الإمام الشافعي. طلب من أمي أن تسمح له بالذهاب إلى المدينة المنورة ليدرس على الإمام عند الإمام مالك. المهم القصة طويلة، أن كيف أن الإمام مالك أجازه لكي يدخل في حلقة الإمام مالك، هذه قصة يعني يصنع عندها حصة كاملة. المهم هو أنه مكث مدة طويلة عند الإمام مالك، اشتاق لأمي في مكة المكرمة، فطلب من الإمام مالك واستأذن من الإمام مالك أن يسمح له بزيارة أمي في المدينة المنورة في مكة. فأذن له الإمام مالك فخرج 500 كيلومتر من مكة، من مدينة مكة. طرق الباب على من؟ على أمي. من على الباب؟ محمد بن إدريس. محمد بن إدريس هو والإمام الشافعي. قالت بما أتيت؟ بما أتيت؟ قال أتيتك بالعلم والأخلاق. قالت له أنت لست بمحمد ابن إدريس، ارجع. رجع. تصور ولدها ما شافتوش سنين،
يعني مهددة ومليئة بالأخطار ولا تفتحوا له الباب. حنا ولدنا كنمشيو عند راس الصبح كنتوحشوا ما كنبقاو نشوفوا لا أخلاق لا والو ديالو. قالت له ارجع رجع رجع الإمام الشافعي إلى الإمام مالك. يبكي مالك أمي لم تفتح لي الباب. قصة سيناريو عاد له سيناريو. قال ارجع وعندما تسألك لماذا أتيت قل لها أتيتك بالأخلاق والعلم. فرجع وطرق الباب. من على الباب؟ محمد ابن إدريس. بماذا أتيت؟ بماذا جئت؟ ها؟ قال جئتك يا أمي بالأخلاق والعلم. قال أنت محمد ابن إدريس. ففتحت له الباب. هل قام في نيويورك أكسفورد؟ أين درسنا هؤلاء النساء؟ الأخلاق والعلم. هل العلم بدون أخلاق؟ ماذا العلم بدون أخلاق؟ ماذا أنتج لنا هيروشيما. هل أزمة العالم اليوم هي أزمة أخلاق أم أزمة علم؟ هل يعني أنا وبنتي كنت كلمة قبيلة قلت لي يعني من اللي كيوصل العلم الواحد مسألة كنقولوا يعني من صعوبة بما كان أن يخترع العلم شيئا أفضل من هذا. ولا تمر إلا أيام ويخترع العلم أفضل من ذلك. هل يمكن لأن أن واحد فينا يقول أن الآن الأزمة هي أزمة علم؟ أم نتفق جميعا أن ليس هناك أزمة علم ولا أزمة تقدم تكنولوجي، والأزمة العالمية اليوم هي أزمة أخلاق، أزمة قيم. بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما نبقاش نتحدث على نختار نوقفوا إن شاء الله العالمين لأن ليس في المحور. وأنا غادي نلخص لكم كيف أرى خصائص جيل النهضة. أولا خصائص جيل النهوض الحضاري هو الذي يتمتع بآنات متوازنة. الآن عنده متوازنة لأن الآن وردت في القرآن الكريم 66 مرة فقط، يعني قليل فيها أنا تفيد التكبر. إذن هذا يعني أن المسلم عليه أن يقول أنا ولكن تكون متوازنة. ما هي الأنا المتوازنة؟ هي التي تعرف قدرها. أنا المتوازنة هي التي لا تحتقر قدرات الآخرين. أنا المتوازنة هي التي تثني على الآخرين إذا شاركوا في نجاحها. الأنا المتوازنة هي التي تعطي وتأخذ. لأن الأنا غير متوازنة تأخذ ولا تعطي. الأنا المتوازنة هي التي تقبل الانتقاد ولكن من أجل ماذا؟ من أجل تصحيح المسار. وتعرف الانتقاد خطوة إلى الأمام وليس خطوة إلى الوراء. الأنا المتوازنة لا ترفض كل شيء ولا تتبع كل شيء. الأنا المتوازنة هي التي تخالف ولا تقاطع. الأنا المتوازنة هي التي تنصح ولا تجرح. الأنا المتوازنة هي التي تنصح ولا تفضح. الأنا المتوازنة هي التي ترفض ولا تقاطع. هذه إذن هذه من مواصفات جيل النهضة. مواصفات جيل النهضة. أفرحت. مواصفات جيل النهضة هي الجيل غير الإمعي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم إمعا ولكن وطنوا لأنفسكم. كن عندكم عندك شخصية متوازنة، شخصية عندك يعني لا تتغير لا تتلون ولكن هناك الثوابت. إذن هذا كله جبتم الإسلام وجبتم هادشي كلش عندي فيه شواهد ولكن الوقت لا يساعد ما يمكنليش نقول هادشي كله. إذن لأن الإمناء لا يواجه الحق ولكن يواجه المجاملة فقط. جامل نسمع أستاذ بوعياد كيف بغي الدين نظر مع الدين أستاذ كاتر بغي المصر إما ليس لي أي مبدأ وليس الله أعلم ما عرفتش أنا غير قلت. إذن الجيل مواصفات جيل النهوض. إذن قلنا مواصفات جيل النهوض أكرر قلنا أنا متوازنة. ثانيا قلنا ليس إماع وإنما عنده ثوابت وعنده مبادئ. ثالثا لا يستعجل ثمرة النجاح لأن النجاح لبينا أو قلبنا. رابعا جيل النهضة يملك إرادة. يملك إرادة. ما معنى يملك إرادة؟ يعني يعرف ماذا يفعل ولماذا يفعل وكيف يفعل وأين يفعل ومتى يفعل. جيل النهضة ليس غثائي.
هو من الفوق فقط، ماشي غير هو، ماشي من الفوق. وإنما هو وإن كانت قلة، المهم أن عنده هدف مرسوم وواضح. جاي النهضة كما قلنا سابقا لا يخاف، جاي النهضة بعيد عن البربرية. هذا هو المشكل ديالنا في الحال في الدول الإسلامية. كتعرفوا في الأحداث ديال حضارة وجه الإسلام زومة الإرهاب، أن ليس هناك أمريكي كلام ونردد. هذا هو المشكلة عندنا في حياتنا. هذا هو الشباب من ماذا يعاني؟ من الغثائية، من البربرية، البربرية. الإسلام يبيح الطلاق، الإسلام يبيح الطلاق، الإسلام يبيح التعدد، الإسلام يبيح التعدد، الإسلام لم يحد لم يبيح التعدد. غير كل شيء واحد لا جيت غير جينا هذا وصافي غير الخسائر. إذن هادو نريد أن نزيل الببغاوية من الشعوب، من شعوبنا، من شبابنا. ابقى اقرأ، لأن نحن أمة اقرأ، نحن عندنا آياتنا أربعة فوق راسنا تاج في شنويا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، حتى لا إله إلا الله عفى بالعلم. شكرا لك. اذا اربع دقائق ياك نكمل يعني في البدايه كنقول كنهنيكم بهذا المنتدى ديالكم وهذا الملتقى ديالكم اللي كيمد الجسور بين الشباب وبين يعني جميع كل شرائح المجتمع. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم لكل ما يحب ويرضى، ويعني وخاصه الملتقى ديال هذا اليوم كان ملتقى رائع، وكان يعني ضروري أن يناقش وأن يطرح على طاولة النقاش، وأن يكون هناك لقاء بين الشباب وبين المربين وبين المهتمين وبين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نضع الأصبع على المشاكل التي يعاني منها الشباب ونطرح الحلول ونطرح البدائل. ويعني كان الموضوع كذلك رائع، لأننا يعني كنا نتوسم ونبحث عن المواصفات التي يمكن أن تنهض بهذا الجيل ليكون إن شاء الله من جيل النهوض الحضاري، وخاصة وأن الشباب يعني قد فقد الثقة في نفسه، فنريد أن نضع أمامه يعني كل السبل وكل الطرق التي يمكن أن تأخذ بيده إلى أن يكون مشاركا فعالا في عملية التنمية وفي النهوض الحضاري، وخاصة يعني أن يعرف الشباب نفسه. فيعني في نفس الإنسان كنوز عظيمة لو اكتشفها والله وتالله وبالله سيكون إن شاء الله رب العالمين فاعلا في النهوض الحضاري، والذي هو هدف من أهداف وجودنا في هذه الدنيا. لأننا الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لنعمر الأرض، إلا لنعمر الأرض بالخير إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.